مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص ضربة مع جدية، البرنامج اللي يعودكم دائما أنه يسلط الضوء على جوانب مختلفة في حياة نجومنا في شتى المجالات، إذا كانت الكرة، الشعر، الرياضة، كل المجالات المختلفة والناس اللي وضعوا بصمة جميلة في هذا المجتمع. بالتأكيد حنتعرف على ضيوفنا اليوم اللي حيتنافسوا على الوجبة، لكن بعد ما نحيي لجنة التحكيم كالعادة. أستاذ كمال سلامات. حبيبي أهلا وسهلا، كل سنة طيبة. أهلا دكتور فيصل. مرحبا وأهلين وسهلين. أستاذة حجة سلامات. الله يسلمك يا جدية. الشيفة الجميلة رانيا سلامات، وأيضا الفرقة الموسيقية الشبابية المصاحبة معنا طيلة شهر رمضان. مشاهدينا، دائما لكل ضيف عندنا بصمة خاصة ومختلفة، نجح في مجاله بشكل مميز، لكن هل يتميز داخل المطبخ؟ ده دائما بنتعرف عليه من خلال الحلقة. حلقة اليوم هي حلقة رياضية بامتياز. أنتم وأنا دعونا نتعرف على هؤلاء النجوم الضيوف المتنافسين الاثنين من خلال هذه البطاقة التعريفية. محمد موسى شهير بالبلدوزر، لاعب الهلال والمريخ. سعيد أن أكون معهم في مصدربة مع جدية، في تحدي مع الرئيس وكيل اللاعبين عاطف خيري. عاطف خيري خبير تعاقدات وكيل لاعبين. سعيد جدا وأتشرف أكون معكم في حلقة برنامج مصدربة، وأكون في تحدي مع الكابتن محمد موسى البلدوزر. الأستاذ عاطف خيري، السفارة السعودية في اليمن سابقا، أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم. كيف حالك؟ كل طيب. أستاذ فيصل السلام عليكم. أهلا أستاذ عاطف، رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير. تفطر على خير. وأيضا دعوني أرحب بضيف الآخر، كابتن محمد موسى الشهير بالبلدوزر، وهو لاعب المريخ والهلال ونادي الشعب اليمني سابقا، اهلا ومرحبا بك. مرحبا بك. السلام عليكم. بلدوزر رمضان كريم، تفطر على خير. السلام عليكم. عندي هلال يقعد. السلام عليكم. اهلا اهلا، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير. مشاهدينا، أنا بين ضيوف نجمين الاثنين متواجدين، جمعوا الملعب أو الاهتمام بالكورة، علاقتهم بالمطبخ دائما بنتعرف عليها من خلال الحلقة والتنافس كما ذكرت، لكن قبل كده لجنة التحكيم عندها تقييم، وبالعادة أنا ببدأ بأستاذ كمال. البلدوزر طبعا رح يفوز في المطبخ. البلدوزر ظاهر عليك حبيبي. دكتور فيصل. والله ما اعرف يعني اكون في السفاره السعوديه في اليمن، يمكن يكون جيد جدا في المطبخ، وقد يكون تعلم لغات، مش لغات، تعلم وجبات يمنيه زي السلتة وغيره كذا. نعم، الفحصه والحاجات دي اكلات شعبيه يمنيه. انا متاكد انك تكون في المطبخ كويس. اما بالنسبه للبلدوزر أو لم يدخل المطبخ في حياته على الإطلاق ولم يفعل شيء ولا يجد أي شيء طبيعي. أستاذ حجة، رأيك شنو؟ الغربة بتعني الحياة كثير. والله أنا بس ما شاطر في المطبخ. طيب، ده التغييم ممكن. ده التغييم المبدئي والأولي يا أستاذ عاطف من لجنة التحكيم، وشايفة هم يعني أستاذ كمال سبورتينج من الآن بلدوزر، وده ما بعرف إنه هل هو تحيز ولا لا، أو هل هو مقبول ولا لا، ما بعرف. المهم هو ضغط نفسي عليك، لكن عايزة أسأل أنتوا الاثنين علاقتكم بالمطبخ كيف؟ هل هي علاقة جميلة، علاقة قريبة، بعيدة؟ بالرغم من إنه الكورة فن والمطبخ فن، وأيضا مشاهدينا التنافس داخل المطبخ فن ويولد إبداع من نوع آخر بمذاق مختلف. لو بديت بك يا بلدوزر. والله أنا في المطبخ زي ما بقول يعني ما شاطر، لكن مقبول. ما شاطر وما بليد. يعني ما بليد يعني مقبول، يعني نقول 40%. 40% دي سيئة جدا. لا لا، مناسبة. طيب، مش مناسبة. اوكي، هل هي باص 40%؟ نو طبعا، لا ما باص. استاذ عاطف، المطبخ بالنسبة لك يعني شنو علاقتك به وكيف؟ المطبخ مساعدة للزوجة،
يمكن أكثر من 50%. أكثر من 50%. أيوه. يعني واثق بأنه أنت اليوم حتنجح؟ أنا لا في المساعدة يعني، لكن براي صعبة. وتعرف إنه ده الهدف الأساسي، إنه إحنا ندخل الرجال المطبخ على أساس إنهم يتنازلوا ويساعدوا النساء داخل المطبخ. لا الحمد لله بنساعد يعني، خصوصاً أنا في شخصياً رمضان بساعد. يعني بتطلعها كده من المطبخ وتطبخ إنت يوم كامل وجبات، 3 وجبات مثلاً، غدا وعشاء وفطور، أو حتى وجبة أساسية. ما للدرجة دي كمان. ولا حتى وجبة أساسية. ولا وجبة أساسية، لكن في مساعدات. اللي هنا السلطات، الحاجات البسيطة الخفيفة، الشاي، الحاجات نسوي الشاي نسوي. طيب الشاي ده ذاته ما داير له وزنة محددة، وطريقة تقديمه ذاته جزء من المزاج. السلطات بتقدر تقدم الشاي بطريقة كويسة؟ طبعا. قال طبعا يعني بيقدر يقدم الشاي، وما عارفة أنا الشاي ده يبدو إنه حاجة أي زول ممكن يعملها، فده ممكن يعيد لك ثقتك في نفسك وتقدر تقول. أكيد أكيد إن شاء الله. لكن على ذكر الغربة، والغربة دائما يعني مع الرجال في المطبخ، الغربة والمطبخ صنوان بالنسبة للرجال، أول وجبة طبختها في اليمن هي شنو؟ والله أنا ما أظن طبختها. ليه؟ لأنه كنت قاعد أصلا يعني، كان عندي أختي قدامي وعندي أخوي برضو قدامي. يعني نادر جدا، لكن بنعمل حاجات البسيطة، البيض والحاجات الخفيفة دي، السلطات. خليك على البيض والسلطات. بلدوزر أول حاجة طبختها شنو؟ أول حاجة طبختها البطاطس بأنواعه، ما عدا في الاتجاه الملح، لكن قيمة مثلا شيبس مثلا، يعني دي الحاجة أنا ما أقدر أسويها. يعني شيبس ده طبيعي. ما شاء الله. عموما أنتوا اليوم عندكم عندكم وجبة حتتنافسوا فيها، وحنتعرف على الوجبة الآن، والشيف رانيا حتقول لنا الوجبة هي شنو. صنف الأندرة صنف بارد جدا، بس مهم جدا في المائدة الرمضانية، لأنه يكون مع الصيام ده بارد على البطن. صنفنا سلطة الروب. سلطة الروب. يعني أنا فاجأتني رانيا بأنه الليلة عندنا سلطة روب، وكنت بفتكر أنه التحدي أكبر من كده، لكن سلطة الروب زي ما ذكرت أنه هي من الوجبات المهمة جدا في رمضان، والبتكون دائمة على صفرة الإفطار. شايف عندك فيها رأي سلطة الروب؟ هي دائمة لكن ما صعبة، هذه حاجة صعبة إجداد في جزائرنا، دي ما لها جمالات، نعم هي مهمة، مهمة في 2-3، لكن ما صعبة في التعامل يعني. طيب يعني أستاذ حجة قالوا سلطة الروب ما صعبة في العمل. صعبة صعبة والله. أنت كمان بتسوي الحاجة سهلة على كيفك، لكن شنو إذا أنت ما فن نظيف أنت كم طريقة أنواع من الطرق اللي بعملهم. تقول اثنين وده غير كده، بس كده تقول اثنين كده، تقول اثنين بس الروب مش أسمع الشباب علينا ما من فن. طيب عايزة أسألكم، سلطة الروب دي حفل عملتوا سلطة الروب؟ أنا عملتها. يعني عارف بتتعامل كيف؟ هل عارف انه سلطة الروب عندها طرق مختلفة ممكن تتعامل بها؟ والله انا بعملها بالطريقة دي، وبحبها بالطريقة دي ذاتها. اللي هي ايش الطريقة؟ المعروفة اللي هي بتاعت الخيار او العجور. يعني تكشر العجور مع اول خيار مع الـ مع الـ الزبادي. وبعد ذاك انا تطلع هنا بعدها تملحها. يعني الملاحظ انها اسمها سلطه روب. روب يا استاذه حجه، لكن يعملوها بالزبادي. الزبادي يعني. في فرق كبير ما بين سلطه الروب اللي بتتعمل بالروب الحقيقي وبالزبادي؟ فرق كبير. هي حلو بالروب العادي حق اللي بنعمل بالزبادي، ما بالزبادي الجائزه حلو بيه، وحلو يعمل لنا نظام شنو بتقيل شيء كده في حبه السمنه حبدني كده بالسريع، يعني ما تخليه حمص ولا تخليها بيضاء وتقيلة. السلطة أنواع بعمل معاه جزء ما حتى في الفنية. السلطة ما لكن حس الروب ما متوفر. يوفر يعني اللبن زمان باقي اللبن يعملوا روب، لكن حس اللبن الرطول لط في الشاي الرطول بسرعة، يعني ما تفضل اللبن يعمل في روب. كان زمان تروي باللبن تحطيه بالثلاجة، ما في كلام زي ده. حس زبادي زبادي الناس رانيا، افتكر انت عندك روب وزبادي اليوم صح؟ الاثنين. احنا وفرنا الروب والزبادي الاثنين. جبتوا من الروب؟ جبتوا من البيت. صنع يدي وحياة عيني. مشاهدينا احنا حنشوف سلطة الروب ومين اللي حيتميز فيها، وده حتحدده رانيا لانه عندها تفاصيل صغيرة مهمة جدا. لكن نطلع فاصل ونرجع مرة تانية.
مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه, وزي ما شايفين ضيوفنا الاثنين البلدوزر وعاطف داخل المطبخ, وهم بكامل استعدادهم النفسي والجسماني عشان يعملوا صلاه الروب. فانتوا مكوناتكم عارفين شنو للسلطه؟ لو بديت بيك يا بلدوزر. طبعا بالخيار يعني. بالخيار. طيب وبيضيفوا لها ثاني شنو؟ اكيد الروب انت حتشوفوها يعني بعدين بعد الحلقه بالحكام يعني بدونا بعدين طيب ما قدرت تشوف انا شعرت بانه الاجابه دي كانه بيهرب من المكونات. قول لي المكونات وما تشوف هنا. طيب الخيار نعم نشيله لك بالبتاع دي بالقشاره نعمل معاه توم وملح وممكن زي زيتون خفيف تمام وممكن نعناع على فكره ممكن نعناع وممكن انا اشيل لي برضه يعني اشتغل بقى انا بدله اخليه بدل يقشر طب معناه في واحد فيكم حيقطع بايدينه والله محمد افضل له سكينه خلاص ما في مشكله افضل لك السكينه وتديني شايف صعوبه صلاه الروب الان بدات من التجهيز مين اللي حيهرب من استخدام السكين وتقطيع الروب ومين اللي حيبشر الروب لكن بعيد عن صلاة الروب وعن أنا متأكدة إنكم حتعملوها بشكل جيد جدا ما لم تكونوا خالص ما عندكم خبرة في المطبخ وإنتوا ذكرتوا إنه يا علاقتكم بالمطبخ يعني جوا وبرا تقريبا. طيب عاطف يعني أنت مشيت غربة فترة بتاعت غربة وهي كانت في اليمن وعملت في السفارة السعودية هناك لكن عندك يعني حكاية استجلاب اللاعبين للمنتخب اليمني استجلاب اللاعبين للدوري اليمني ولعيبه من اليمن للسودان زي الكابتن محمد موسى انا اخذته من هنا من كوبر لليمن وكانت النجوميه بتاعته انطلقت من هناك من نادي الشعب وبعدين جاء المريخ ثم الهلال من وين جات الفكره دي وكيف كان بيتم لها الترتيب؟ والله انا اصلا لعبت انا كنت لاعب كوره وكانت هوايه بجانب شغلي في السفاره كانت هوايه بعد ده غننت هنا بقى بيزنس يعني بقيت اجيب اللاعبين المدربين من اليمن للسودان ومن السودان لليمن وبرضه سلطنة عمان. طيب دي بتقال عليها وكيل لاعبين افتكر. ايوه خبير تعاقدات وكيل لاعبين. حارجع انا للنقطة دي تاني، لكن لو سألتك يا بلدوزر يعني الاحتراف واللعب في يعني دول أخرى غير السودان أداك أنت شنو؟ أو أضاف لك شنو في مسيرتك الكروية؟ والله هو أصلا يعني أنا اعترفت بدري، اعترفت وأنا بلعب في درجة أولى. الاعتراف مش اضاف لي يعني الاعتراف شالني من درجه اولى واداني طوالي لهلال مريخ يعني انا من هنا ما دقيقه عاطف خلينا نتكلم عشان ما كنت كده حتفوتني يعني في ممكن عاطف هو شالني من دوري الدرجه الاولى للاعتراف في اليمن طبعا الواحد لما يكون صغير ويعترف يعني بلقى يعني احسن تعترف وانت صغير ما تعترف وانت كبير يعني دائما الزلمه بيكون صغير بيكون عنده قابليه لاي شيء طيب للتطور يعني للتطور طيب ليه يعني ما احسن لك انه انت تمشي وانت صغير على اساس انه اذا في اي خبرات اخرى تكتسبها لا انا قصدت لك يعني في 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 مثل عاطف دقيقه خلينا نتكلم يعني قبل ما انت تخلص هاي فيها فوضى طبعا يعني مثلا بيقول لك العلم في الصغر حاجه كده يعني وانت تكون صغير وانت تكون صغير بتتعلم الحاجه يعني احسن من انك تكون شنو في عمر متقدم طيب لو كلمتني عن تجربتك الاحتراف تقريبا في الدوري اليمني يعني دي مرحله مهمه كانت في حياتك كيف تمت اصلا انا بعرف انه تم التعاقد عن طريق خيري والله تمت يعني اتصل علي عاطف وانا في دوري الدرجه الاولى قال لي في فريق شعبي اب محتاج مهاجم وانا رشحتك ليه قلت له خلاص اوكي يعني حتى الرئيس بتاع النادي بتاع شعبيب متذكر عاطف كان اتصل خالد الاكوع اتصل علي قال لي ما تنسى شوالات شنطه الاهداف معك الاهداف في السودان ويجينا يا سلام يا سلام ده معناه كانت ثقه كبيره جدا عليكم دي ودي ثقه يعني قد تثقل كاهليك بالمناسبه
كابتن محمد موسى كان مسمينه عصا موسى المستوى اللي قدمه فيه في اليمن صحيح ولا صحيح. ولا نصه اظن لا في المريخ ولا في الهلال. طيب لقبوا بعصا موسى لانه اي انراز لنادي الشعب وهدف لنادي الشعب كان بيحقق الفوز هو. واين عصا موسى من موسى داخل السودان؟ جيت دائما بكون هداف يعني الثاني هداف بتاع الدوري الممتاز يعني من موسم 2016 حتى موسم 2019 انا بكون الوصيف في الهدافين دائما. يا سلام يا سلام. يعني الفكره بتاعت استجلاب لاعبين وانه الواحد يصبح وكيل لاعبين مساله مش بالسهله. نحن حنعرف تفاصيلها لكن مشاهدينا حنستمع لاول لحن في هذه الحلقه والفنان محمد سوبا. اهلا ومرحبا بك محمد. اهلا ازيك انت كويس محمد؟ انت مشهور بفانتوم. بالفانتوم. طيب قبل ما اسالك علاقتك بالمطبخ، الفانتوم الاسم ده جا من وين؟ الفانتوم ده طيار بتاع التصوير دي اسمها الفانتوم بيسميني على لانك بتصور. لا لانه قالوا يعني يا عن طريق الصدفه كده يعني يعني بين نقاش كده مع شباب كده وقالوا محمد ده ماشي زي الفانتوم يعني قالوا انا ماشي سريع ان شاء الله امشي سريع وان شاء الله حتمشي سريع وبالتاكيد نحن حنسمع لحن جميل جدا. لكن قبل ما نسمع اللحن ده شايفه استاذ كمال كان عنده تعليق على انه بيطبخ بيطبخ كويس وبيغني كويس نحن الاثنين واحنا حنسمع اجمل اغنيه منك. تفضل محمد. حبيته ما حباني سكرته قام يسالني ليه انا مالي Thank you.
مظلوم تبو عاني مظلوم تبو عاني البريد دام يسألني أنا مالي حبيت وما حباني حبيت وما حباني ذكرت قام يسألني أنا مالي حبيت وما حباني حبيت وما حبيت وما حباني حبيت وما حباني حبيت وما حباني ذكرت قام يسألني أنا مالي. شكرا جزيلا محمد، شكرا جزيلا، صوت رائع وأداء أيضا رائع. يعني أنا شعر بأنه صلاة الروب خلصت، بما أنه صلاة الروب خلصت فنحن حنتحاور أكثر مما أنه نشتغل، واليوم يعني حظكم جا كده سهل جدا. لكن عايز أسألك، هل الانتقال ما بين الهلال والمريخ والاعتراف في اليمن كان سهل زي صلاة الروب ولا كانت في مفارقات؟ المفارقات كبيرة طبعا، كبيرة. كون انت في السودان تلعب ذاته في هلال المريخ، دي المشكلة، يعني دي أكبر مشكلة. الوصول للهلال والمريخ في السودان صعب صعب. أنا اختصرته بالفضل بعد ربنا بيجي لعاطف خيري، لأنه طلعت حتى نجيت. طبعا لما اللاعب بيجي من برا ممكن دي بيعرفها، يعني أستاذ كمال أفرو شايفك بتشير عليهم. أيوة أستاذ كمال، يعني بتكون مطلوب، يعني وانت جاي من برا بتكون مطلوب دائما لأندية هلال مريخ. طيب التنقل ما بين الهلال والمريخ، احيانا اللاعب لابد من انه يكون عنده انتماء، وطبعا الانتماء ما مصرح به. احساسك شنو وانت بتلعب في ميدان الهلال وفجاه انتقلت للمريخ او العكس، وكيف بتواجه الجمهور اصلا؟ طيب بس كده ما حيكون فيها انتماء. انا لو قلت لك مثلا، ما تصرح عن انتمائك، لكن الإحساس، لأنه أنت لما تشتغل في فترة يعني كانت طالت أو قصرت، يكون كونت صداقات وكونت علاقات مع إدارة النادي، وأصبح في انتماء حتى ولو مؤقت للنادي. فالمسألة دي أنه أنت فجأة تنتقل مثلا للهلال وتجي تلعب ضد زملائك اللي كنت بتلعب معاهم بالأمس، في أصعب حتة بس وقت إحراز الهدف. مثلا انا كنت في المريخ جيت الهلال، في لما جيت الهلال سجلت في المريخ، يلا هنا بكون في احساس، يعني انت بتكون دار تجري تحتفل بتتذكر انك كنت مثلا مع النادي ده قبل موسم مثلا، يعني والهدف عنده احتفال، يعني لازم تحتفل. صحيح. لكن في نفس اللحظه بتكون ممسوك بين انك تحتفل بين انك لا ما تحتفل. اللي هي دي المشاعر النفسيه اللي بيمر بها اللاعب لما يكون بيلعب ضد فريق هو كان بيلعب فيه. صح. ومسألة كبت المشاعر مسألة مؤلمة جدا. شريف. لأنه كلنا بنجربها أحيانا قدام الكاميرا، بنكون بنمر بمشاعر عصيبة جدا، لكن لازم أنك تحاول تخفيها. حكاية أنك تكون، أو المسألة بشكل عام أنه أنت تكون يعني متعهد لاعبين، المسألة دي محتاجة لتكتيك، محتاجة لتخطيط، محتاجة لدراسة، محتاجة لاستكشاف. كيف بتعمل الحاجة دي تقنيا؟ والله دي مسؤولية كبيرة. أنا بقول لك حاجة، في الأندية اليمنية كل يمكن الجمهورية اليمنية بيقول لك الزول عاطف خيري، يا عاطف نحن دارين لاعب في المركز الفلاني على مسؤوليتك. دي مسؤولية كبيرة جدا. أنا بقوم بجي هنا بحكم تواجدي في الوسط الرياضي، بشوف اللاعب الفلاني مثلا زي محمد موسى. محمد موسى ده كان ما مهاجم أصلا. محمد موسى ده كان بيلعب طرف في يمين في كوبر. وانا جيت في اجازه في دار الرياضه معاي اخونا عصام الدين الدرديري، اول ما نزل محمد موسى قلت له الواد ده منو ده؟ قال لي انا بجيب لك تليفونه، جاب لي تليفونه
وانا مشيت عملت تاشيرته تذكرته ووديته لعب مهاجم في نادي الشعب وكان افضل ما يعني ما خيب ظني وزيه كثير يعني لو جبت لعيبه كثيرين يعني قبل اول طلال محمد احمد ونزار كربوك واسعد وبدر الدين تينكا عدد كبير والحمد لله معظمهم ما خيبوا ظني ليه؟ لانه انا اخترت اللاعب المناسب في المكان المناسب. يعني انت كنت كشاف ماهر. كنت كشاف الحمد لله. يعني. المساله بتاعت السكاوترز او الكشافين اللي هم بيختاروا اللاعب من نعومه اظافره ويبدا الاهتمام به، انتم كمشجعين بتشوفوا اهميته لاي مدى اذا بديت بك يا استاذ كمال؟ تعرف اصل الكشاف من زمان عندنا في الدوري الرياضي، بيكون عندهم خبره بالكوره وناس يعني كبار في السن ودهم رقم يعني يقعدوا يعرف اللاعب انه هي اللي كده يقول لك ده اللاعب تبقى انه اللاعب ده كويس يقوم يعملوا دعايه يقوم يرشحوه لانديتهم وبينجح فعلا ده دور الكشيف فانا افتكر استاذنا دور الكشيف يعني ما كبير مش كشيف صغير كان منه بياخذ لعيبه من الداخل انتقالهم للخارج دي مهمه كبيره جدا ونجح هو الحمد لله صحيح دور الكشيف مهم جدا حتى افتقدناه في الوقت الحاضر ما في كشيفين في الوقت الحاضر في السودان يعني في دور الرياضه ما في كشيفين زمان في يقعد يقول لك هو ده كشيف لكن هسه ما في الا واحد اثنين ثلاثه في بعض الانديه. لو سالتك يا كابتن محمد موسى يعني انت متين حسيت بانه انت ممكن تكون لاعب كوره وكيف تحولت لانه انت تكون لاعب لدرجه انه تلغب بالبلدوزر والبلدوزر لغب كبير معناها بيهرس اي حاجه قدامه وبالمناسبه اللغب ده جا من وين؟ اللغب جابوا لي جماهير المريخ يعني متذكر في كوره مباراه الاهلي الخرطوم والمريخ انا كنت بلعب في الاهلي فالكرة ضربة معكوسة يعني متذكر في الزمن ده كان حارس المريخ الحضري عصام الحضري والمدافعين طبعا واحد كان مدافع افريقي كده ومعه سعيد السعودي الكرة مضروبة وانا قمت معاه مهت هو حماس الشباب ذاك وبتاع الحضري وانا قمت معاه يعني كلنا وقعنا يعني هم ثلاثة وانا واحد من ديك يعني واحد قال متذكر ياخذ دبل دوزر ولا شنو يا اخي كده ما شاء الله يلا منه الجمهور طبعا البلدوزر لانه سجلت معهم طوالي بعد بيسعدك اللقب ده والله في الكوره لازم يكون عندك لقب يميزك يعني مبسوط به طيب حتى في الكوره اللقب اللي يميزك ده احيانا وانت بتلعب بتكون فيه هتافات بيكون في جمهور غاضب جدا منك وممكن تسمع منهم ما تسمع وما الى ذلك بتاثر فيك نفسيا في الميدان وانت بتركض خلف الكوره والله مرات بتاثر يعني ما انت لو تجنبت المقصوره اللي هنا حتلاقي الناس اللي هنا انت مواجه ما حتلاقي الناس يعني ده طبعا يعني حسب كورتك يعني مرات حسب كورتك مرات بتمشي معاك زي حسب سلطتك لا السلطه بيحكموا على هناك يعني ما. لكن والله الانتقادات في صحيح ونحن السودانيين يعني حتى انت لو ماشي كويس برضه بينتقدوك وزي ما بيقولوا انت انتقدوك معناه انت ماشي كويس صح مش عاطف بس الصيغه كمان مهمه الواحد لما يخش الميدان المفروض يسد بيطين ويدي بعجينه ما ينتبه للمدرجات مهما حصل والله يا عاطف لانه لو انتبهت للمدرجات ما حد أدي دورك داخل الملعب بارك حيكون برا صحيح حتكون شارد ذهنيا ما حتكون طبيعي في الميدان بس اداك ما حيكون بالصوره المطلوبه صحيح يعني مع الجهد اللي بيبذله الكشيف او متعاقد اللاعبين هنالك بعض الاتهامات لكم بشكل عام انه انتم بتجيبوا لاعبين وتسجلوهم من خلال فيديوهات بتظهر الجانب الجيد لادائهم لكن في الحقيقه هو ما بيكون اداؤه جيد والله هو طالما في فيديو اظهر جانب جيد للاعب معناه اللاعب جيد اصلا لكن غادي يكون ما في توفيق ما بمعنى شنو تقصد بالتوفيق يعني ما في ظروف اللاعب ده عشان ينجح لك عشان يكون لاعب مميز لازم يلقى ظروف ملائمة في النادي اللي حيلعب له من ناحية بتاعت يعني ظروف البلد وكده يعني في لعيبة كثيرين جو مميزين في السودان ما قدروا ينجحوا لأنه ما ألغموا على الأجواء أجواء السودان يعني تجربة الاحتراف برا ولعبك في نادي خارجي في اليمن كيف كان التأقلم مع البيئة ومع اللاعبين حولك وحتى مع الأكل لأنه الأكل ثقافة مختلفة بين الشعوب يعني أنا لما سافرت اليمن عاد كان عمري كم سنة؟ 25 24
واول لي مره اركب طياره واطلع برا السودان كده يعني. قبل يقول لك ان هذا عنده طرفه اول ما نزل هنا خليه يحكي لي. انا طبعا محمد موسى ده لما انا طبعا بحكم انه موظف في السفاره ما حقدر امشي معاه مغر نادي الشعب اللي هو في اب. فقلت مشيت ركبته وديته مصاريفه قلت له حيقابلوك ناس النادي في حته في الانيه منتظرينك. الباص وقف في محطه محمد موسى نزل اشترى بيبسي قزازه بيبسي ب1000 ريال غشوا لانه ما عارف القروش قام دفع القروش للراجل وذاك فيه منه زودة جديد يعني ما فاهم القروش فقام طوال عمل ملخوم هنا محمد موسى بعد سنتين كلمني بالموقف ده قال لي انت عارف اول ما انا جيت انا اشتريت لي قزازه بيبسي ب1000 ريال دي بتجيب صندوقين وما اغلاها من قزازه بيبسي كانت. لكن يعني دائما في مواقف انا عايز اعرف المواقف اللي كنت بتمر بها هي شو؟ يلا المواقف في كثيره لكن اول لي موقف متذكر مستحضره في اليمن نزلنا اليمن المعسكر كان في عدن ركبنا الباص ومشينا عدن اول تمرين كان الصباح في البيتش بتاع عدن يا عاطف احنا جاكين لقيت دولفين ميت يعني في الشاطئ طبعا يعني كون الدولفين هو الا ناشونال جيوغرافيك الناس جاك انا وقفته يعني اللعيبه جاكين متعودين بقيت هم متعودين بقيت اتفرج في الدولفين يعني بتذكر جاء المدرب قال لي يا زول ما شفت دولفين قلت له لا شفته في ناشونال جيوغرافيك لكن نفس يعني الواقع يعني ما داون موقف متذكر انه شفته حقيقي غريب انه ما سموك دولفين يعني المواقف بتختلف من حد لحد او من شخص لاخر لكن دائما بتكون في مواقف محرجه بينك وبين اللاعبين عقد ما تم او في لاعب جاء متخيل حاجه مختلفه وكانت الفكره ما هي او كيف بتتصرف وكيف بتعالج الامور؟ والله دي حصلت كثير يعني اكثر من لاعب بيرجعوا طوال يعني انا برجعهم عشان الواحد ما يخش في حاجات اكبر من كده وطوال برجعوا السودان مثلا في لاعب بدون ذكر اسمه لاعب بيلعب في نادي المريخ لاعب كبير ما صغير يعني جاء ونزلوا نادي اسمه الرشيد نادي الرشيد ده من الانديه الوضع المادي ممتاز جدا قاعد نزلوا في فندق تليفون دولي ويا دوب كان عريس زوجته هنا في السودان قالوا لي تتصل لزوجتك كيف ما تتصل لغايه ما امورك تترتب يعني رئيس النادي قال لي كيف اللاعب جبت لنا بيك يقول مرتي وما مرتي ما ينفع معنا اللاعب ده فرجعوا اضطريت وقلت رجعته والله لانه ما حيقدم حاجه ده يعني انا شايفه انه المواقف تباينت واختلفت وشايفه انه صلت الروب حتى هي جهزت لكن هل انتوا واثقين من انها هي حتتقدم وحيكون واحد فيكم فايز على الثاني؟ انا ما عارفه. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه. قبل الفاصل كانت كل حاجه جاهزه لكن هل هم مستعدين نفسيا للتقديم؟ ده سؤال انا سالته قبل الفاصل بس اجابته حعرفها منكم الان. بلدوزر او محمد موسى مية واصل مية. وين 100% وما خايف نهاية. وانت عملتها كيف بالمناسبه؟ قطعتها مش كده؟ قطعتها وزوقتها شايفاك وعملت لها رتوش جميله. اللي عملته فوق ده شنو؟ نعناع. ده نعناع جاهز يعني اشيل صحنك واقدمه للجنه التحكيم. ده صحن اللاعب كابتن محمد موسى لاعب الهلال والمريخ سابقا. وايضا ده صحن الاستاذ عاطف خيري شايفان مزوجين بطريقه جميله. مين الفائز؟ هل هو كابتن محمد موسى؟ يعني برضه طلب جميل جدا يسعدنا جدا انه يعني يكون ضمن الحاجات اللي بنتنافس عليها وكده يعني عشان الناس ما يقللوا من اهميته في الطبق الرمضاني يعني. طيب استاذ عاطف برضه بذل مجهود كبير جدا و تزويق كثير جدا والوان متعدده ادته دفعه الى الامام لكن محمد موسى كان له بالمرصاد ومارس معه
الممارسات في الميدان هو باعتباره مدافع عنده مدافع؟ مهاجم هاجم وهداف مهاجم فهاجم بضراوه شديده مهاجم سببت خسائر فادحه كبيره جدا في شباك اخونا عاطف لكن الخبره والدربه كانت للمرصاد لذلك يعني لم تفلح الليمون التي حلبها عبد موسى في تغيير شكل السلطه فالليمونه كانت يعني وبالا عليه فذهبت الجائزه والطعم الجيد لاستاذ عاطف مبروك مبروك استاذ عاطف وبهاد لك يا محمد موسى لكن مشاهدينا يعني انا دائما تعجبني الروح الجميله دي مشاهدينا يعني انا دائما اقول في هذه المنافسه ما عندنا فايز أو خسران وإنما هي تجربة خضناها أمام الكاميرا سويا مشاهدينا أنتم وأنا على موعد في نفس الزمان نفس المكان غدا فانتظرونا أما لحن الختام مع الفنان الجميل محمد سوبا فانتوم جديد أقدم لكم عمل من أعمالي كلمات والحان الشاعر أمجد حمزة له التحية من هنا وهدية لكم كلكم القابل نعزل لا محظوظ والله أدى القابل نعزل لا محظوظ والله أدى القابل وما بزالوا محظوظ وحظه سمح له القابل وما بزالوا محظوظ وحظه سمح له لاقى العسل سيد الحلا ما عافيله ولو كملوا القابل العسل دا محظوظ والله دا لاقى الله يثبته بين ويطيش من بسمته الشاف والله يثبته بين ويطيش من بسمته زول مثل عود الزهر بفرهد السمح الوسيم القابل العسلنا محظوظ والله لا مفروض حمد الله الكريم القابل سايق النسيم مفروض حمد الله الكريم القابل سايق النسيم وزلمتي عود الزهر بفرهد السمح الوسيم القابل